كلياتنا انبسطنا انه اجلوا السيزون وخلص حددوا انت السيزون الثالث رح يبتدي وانت الايفنت رح يبتدي. واليوم هيك انا وعم قلب لك بهالفيسبوك بهالتويتر بتفاجأ ببوست جديد من فورتنايت على الفيسبوك وعلى تويتر انه موعد اطلاق الموسم الثالث من الفصل الثاني اصبح يوم 11 يونيو. فانا اجتني مثل صاعقه بنص راسي، ليش هيك صار وليش ردوا اجلوا هذا السيزون واجلوا موعد الحدث؟ فرت بقى على الموقع صرت اعرف انت رح يصير الحدث وانت رح يصير نهايه هذا السيزون وانت رح يبلش معنا السيزون الثالث. هلا والله بسكان الطابه الارضيه وفيديو جديد. مثل ما بنعرف احنا سيزون 2 شابتر 2 كان رح ينتهي معنا يوم 4/6/2020. لحد الان كنا مبسوطين والدنيا تمام، والحدث كان رح يبتدي معنا يوم 30/5 الساعة 8 بتوقيت مصر والساعة 9 بتوقيت السعودية. وانا عم قلب بهالفيسبوك لقيت منشور جديد لفورتنايت قالوا فيه انه تم تأجيل موعد الحدث الثاني يلي هو سيزون 3، يعني رح يبلش معنا السيزون الثالث، اصبح يوم 11 يونيو. ليش هيك صار وليش هيك رح يعملوا لحد الان ما حدا بيعرف، بس انا جبت لكم السبب اللي عملت هيك فورتنايت فيه وليش ساووا هيك القصه وليش عم ياجلوا السيزون وعم ياجلوا الحدث. هلا خلينا احكي لكم اول شيء على التوقيت امتى رح تصير لنهايه هذا السيزون وبدايه الحدث الخاص بالدومز داي وشو رح يصير معنا بالخريطه، ورح بعدين احكي لكم ليش اجلوا وليش هيك عم يعملوا شركه فورتنايت هي ودونالد ماستر اللي هو كاتب قصه فورتنايت. هلا اول شيء خليني احكي لكم امتى الحدث رح يكون. الحدث الخاص بجهاز دومز داي اللي هو جهاز دومز داي رح يتفعل معنا ورح يصير فيه التسونامي بالخريطه ورح يصير حدث انك انت لازم تحضره، هو رح يصير ان شاء الله يوم 6/6 الساعه 8 بتوقيت مصر والساعه 9 مساء بتوقيت السعوديه. يعني الحدث اللي رح يكون تبعات دومز داي رح ينزل باسم ذا ديفايس اللي هو باسم الجهاز يوم 6 الشهر، يعني يوم 6/6 ان شاء الله الساعة 8 بتوقيت مصر والساعة 9 مساء بتوقيت السعودية. هلا نحن عرفنا انت الايفنت رح يصير معنا الخاص بجهاز دومز داي يلي رح يفجر الايجنسي مثل ما عم تقول التسريبات ومثل ما حكيت انا في فيديوهات سابقة. اما هلا خليني احكي لكم انت رح يبلش الموسم الثالث للشابتر 2. امتى رح يبلش السيزون 3 شابتر 2؟ رح يبلش معنا ان شاء الله يوم 11/6 لانه تم تأجيل موعد السيزون ما يقارب الست ايام او سبعة ايام تقريبيا، يعني تحول معنا من يوم 4/6 ليوم 11/6 نهاية هذا السيزون. يعني لحنا قاعدين بالسيزون 2 شابتر 2 ليوم 11/6. بس شو السبب اللي خلى شركة فورتنايت او ايبك جيمز تأجل الموعد تبع اطلاق السيزون الثالث وتأجل موعد الايفنت الخاص بجهاز دومز داي تبع مايديس؟ نزل تغريدة دونالد ماستر، اللي ما بيعرف دونالد ماستر اللي هو هذا المسؤول عن قصة فورتنايت، هو اللي بيكتب قصة فورتنايت من بداية هاي السيزون لنهاية السيزون. وبحسب كلام دونالد ماستر اللي نزله على تويتر قال فيه انه اكثر من 1000 موظف عم يشتغل بالشركة من منازلهم. مثل ما بنعرف احنا بامريكا حالات الكورونا عم تزيد، يعني كانوا مليون صاروا 1,400,000 وكل مالهم عم يزيدوا، فالناس خايفة على حالها ومعظم الشركات هنيك بامريكا عم تشتغل من المنازل. فاكثر من 1000 موظف بشركة ايبك جيمز عم يشتغل من بيته وعم يصمم وعم يعمل وعم يجتهد اكثر واكثر. وقال كمان انه ربما في بعض المشاكل اللي رح تحتاج وقت اكثر للتصليح، بهذا الشيء سبب التأجيل في نهاية التأجيل السيزون. يعني انه شو عمل؟ عم يأجل بعض الاشياء بالنسبة لبعض المشاكل وبعض الاشياء اللي عم تاخد صيانة وعم تاخد تصميم، عم يأجلها اكتر واكتر لحتى تكون القصة واقعية اكتر وناخد لحنا متل ما متعودين من فورتنايت ناخد افضل نتيجة وافضل شيء ناخده لحنا ما ناخد اي كلام. يعني مشان هيك تم تأجيل السيزون وتم تأجيل الحدث. وهيك انا بكون قلت لكم انت الحدث تحيكون وانت حيكون نهاية هذا السيزون، وشيكوا دائما على التعليق الثابت اللي تحت بالتعليقات الخاص فيني، كون عم جدد فيه او اكتب فيه بعض الاشياء الجديدة يلي بتكون صغيرة بالنسبة لهيك اشياء. فانت دائما انزل شيك تحت بالتعليقات واكتب لي انت شو رأيك بهالقصة اللي عملتها فورتنايت، هل هذا الشيء صح انه هي تأجل السيزون؟ انا بالنسبة الي صح 100%، لو الناس فعلا عم تشتغل من بيوتها وعم تطلع هيك اشياء خرافية وهيك تصاميم وهيك اشياء بفورتنايت وبالنسبة لحدث دومز داي ففعلا بيستاهل يتأجل هذا السيزون لو الناس فعلا عم تشتغل من بيوتها وعم يطلعوا لنا هذا الشيء الحلو بلعبة فورتنايت. فشكرا فورتنايت على كل حال، وإبك جيمز شكرا لك على كل شيء عم تقدمي، شكرا لكم كمان لكم على متابعة هذا الفيديو بالقناة والدعم الخرافي اللي جاني آخر فترة على القناة. حلمنا 10,000 مشترك وأخ وصديق على القناة لسه قائم، فانشر هذا المقطع بين أصدقائك حتى تصدموا الصدمة الخارقة وخليهم هيك ينساقوا صعق بخبر تأجيل السيزون والإيفنت. فشكرا لك إذا كملت المقطع للآخر، كل الدعم بالآيتم شوب نيمو 9 وبرعاية الله.